حقيقة بالبداية أقول فد حكاية واحدة، الله يعينه. إيه؟ الله يعين أستاذ أحمد مو الوزارة. الله يعينه، لأن ما حد راضي عليه، لا الحكومة ولا الشعب ولا حتى الله سبحانه وتعالى. الكل ما راضين عليه. حتى العالم ما راضي عليه. ما راضي عليه. يعني من خلال حقيقة. لا إلا دزلك وحي بعد. لا ما يعني من خلال. الله ما راضي عليها قوية. متابعين، إحنا متابعين، بس أنا قبل ما أبدي أنا أحب. أكد على نقطة إنه أنا ما قاطعتك يعني تماماً، فأحب إنه أنا ما قاطعت، أقول لك إشمديك الله ما راضي عليه. الحوار خلي صورة يعني تكمل الفكرة بصورة واسعة. يعني تساؤل مشروع، أنت تقول له الله ما راضي عليك، هو يقول لك إشمديك الله ما راضي عليك. ما راضي لي، كل سنة يطلع لنا ببدعة جديدة أو بكلمة بدعة أو بفكرة جديدة. لا بدعة مو وارد، أفندك مو بسترد عليك. يلا يلا إذا تقول بدعة أفندك مو بسترد عليك. يلا هسه إحنا بيها إن شاء الله. على قولتك يقول الله ما راضي عليك، ما دزله وحي. هسه هاي قلنا لها، عبرناها مو صحيح. والحكومة راضي علي، وزارة راضي علي، وأهلي راضين علي، وعايش ببركة دعائهم، فحتى أستاذ محمد يحبني، ما لك علاقة شاكس. هاي وحدة. شيء ثاني يعني احنا هذا هاي الحقيقة نعرضها للناس، يعني ان شاء الله هذا راح نسوي استطلاع ايش قد مستوى ال طبعا انت من يعرفك مستوى الحب، مستوى الحبك يعني ايش قد الناس تحبك. نعم طبعا انت من يعرفك، انا يعرفوني الناس سلبني جابني يعرفوني قصد. حاج احمد ترى قرا لك تعليقات. عادي يلا يلا عادي، الناس ما له علاقه طبعا. ملف متعثر لهن يحكي، ملف متعثر لهن يطلع قدامه يحكي. انت رجل جاي تشتغل دافع عن مؤسسه تشتغل بيها.